برزت من المنازل والقباب فلم يعثر على أحد حجابي، فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب. فأنت إذا أردت دخلت بيتي علي مسلما من غير باب، لأني لم أجد مصراع باب يكون من السحاب إلى التراب. ظاهرة متفردة في الثقافة العالمية هي طنجة. هنا يتوج الشفاهي نفسه ملكا على المدونات، وهنا تقوم جمالية الهامش على متن العالم. هنا في طنجة ما يكفي لرسم لوحة مفاتيح الإبداع دون الاهتداء إلى مزلاج ما بين العدوتين. هنا في طنجة قد يأخذ الجميل بيد الجليل، وهنا قد تنشب حرب المدنس على المقدس دون سابق إنذار. مرحبا، قبل أن تمطرني بحكايات المرابط سأروي لك حكاية قريبة من الأدب الطنجاوي. قل لي بداية، ماذا تعرف عن التفاح؟ لا شك أنك تعرف تفاح الغواية وتفاح الجاذبية، ولكني سأحكي لك عن تفاح الموت، عن تفاحة ويلهلم تال. هذه المقهى الحافة كانت تجمع الكثير من هؤلاء الأشخاص المبدعين، كل في مضماره، من الكاتب إلى الرسام إلى الشاعر إلى الشاعرة إلى الرسامة. إلى كان شيء بديع جدا أن نلتقي في هذه المقهى صيفيا وأن نعود إلى المقاهي الأخرى في السوق الداخلي شتاء، باستثناء بول بولس الذي كان نقول طنجاويا آنذاك، تينيسي ويليامز، وعدد كبير. وكانت إذاك المدينة زاهرة بهم، زاخرة، من هو نازح من العائلة الملكية الإنجليزية، من هو من كان ملكا ثم رفض عرشه أو طرد معناه، فيلتقي الجميع بجميع ويحيي الجميع الجميع. هوس طلعت جلس على الرجلين ضد الطاير، وطار الطاير والطاير بي، وفتحت عيني خصني نشري الهدية ودخلت، والسلام عليكم، وكيرد عليا عليكم السلام، لكن ما كنشوفوش شكون هو. حتى جر واحد الكرسي وطلع فوق ديك الكرسي، عاد ظهر راسو واحد قزام صغيوار. كان تال رام لا يخيب، رفض الانحناء لخوذة رفعها الوالي على الطريق، فحكم عليه بأن يرمي بسهمه تفاحة وضعت على رأس فلدة كبده. أصاب التفاحة ونجا الولد. وهناك من يضيف أن العقاب تحول في دهاليز النفس إلى غواية، فأصبح تال يتباهى في كل مرة بدقته إلى أن أصاب ولده في مقتل. هذه المقهى تقاطر عليها العديد من المبدعين والعديد من الفنانين، واتخذوا منها مكانا للنقاش والراحة والطرب كذلك، لأن العديد من الأجواق الأندلسية كانت تقدم ما يزين نوبات الموسيقى الأندلسية بهذه المقهى التي لم تكن على كل حال بهذا الشكل الذي نراها عليه الآن. كانت مقهى صغيرة لا يؤمها إلا الطنجاويون الآن، وكان الشباب يعني لا يسمح لهم بولوج هذه المقهى، يعني كان لأعيان مدينة طنجة، يعني سيدي عبد الله قنون، مولاي أحمد لوكيلي،
عندما حل بمدينة طنجة عام 1939 يعني كان يأتي هنا. والإشارة فإن مولاي أحمد الوكيلي يعتبر من الأعمدة الأساسية للموسيقى الأندلسية المغربية، جاء من مدينة فاس ومارس التجارة هنا وأسس جمعية إخوان الفن. نتواجد الآن في مقر برج الحجوي وهي قشلة يعني تعود إلى القرن 17 برتغالية، عرفت عدة استعمالات في حسب القرون، والآن يعني أخذنا من هذا المكان مقر لجمعية روافد موسيقية التي تهتم أساساً بالتراث الموسيقى التقليدية في العالم، ونحن يعني ذاهبين في إرساء قواعد للمركز الدولي للموسيقى التقليدية. قبل أن يصل بوروز إلى طنجة أراد أن يبيع مسدسه، ولكن المشتري لم يأتي في الموعد المحدد من ذلك اليوم الذي قرر أن يلعب فيه لعبة تال مع زوجته فأرداها قتيلة. تاه بوروز إلى أن اهتدى إلى طنجة يطفئ فيها نيرانه. بوروز هو الذي علم طنجة لغة الجيل المطحون وبذر شعيرة الأدب في الهامش، وبول بولز كان واليه على مبدعي طنجة. أنا قيل لي أن محمد المرابط كان يخاف من ويليام بوروز. ويليام بوروز أحسن بيستوليرو بالفردي، أرفع واحد في الحفلات، كيوقف المرة ديالو 30-40 متر وكيعمل لها كاسة ولا تفاحة فين في الراس ديالها، وكيجبد الفردي هيدا فهمتي، وكاس وكيشرب، وواحد راب لي برا ديال الكوكايين وكيشرب باه وكيطير لها التفاحه من الراس ديالها. واحد النهار في الحفله فهمتي كدا شي كدا شي، ويليام بوروز بدا كيشرب كدا 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 كدا، وقف مراتو باه وجابها لها فاي. ويليام بوروز واحد النهار جانا عندنا نضرب في التنبيري، فتحت له الباب ودخلنا عندنا كامل كيتنفض، تقول الطير طاح في الماء وخرج من الماكل. ها الحياة كلبية. مدينة طنجة ربما تكون المدينة الوحيدة في العالم التي كان بها وكانت بها مقبرة للكلاب، يعني البعض يرى في هذا يعني شيئا يعني هجينا، أو والبعض الآخر يرى فيه يعني ظاهرة يعني تستحق التوقف يعني. كم من جنازة كلاب حضرت فيها لأنها الكلب لفلانة وتلك الفلانة صديقة لي، فعلي أن أخذ باقة ورد أو زهر أو أضعه مع الآخرين على قبر الكلب وهو يدفن. بودنا أن تحدثنا كذلك يعني وأنت عاصرت يعني هذه المرحلة لكاتب يعني المتمرد من طينة أخرى يعني ويليام بوروز. أنا كنت أسميه الشبح طويل القامة نحيل لونه يميل إلى الاصفرار، لباسه أسود، قبعته سوداء وعريضة لما يلبسها تغطي أنفه الطويل وتكاد أن تغطي حتى فمه، وابتسامته لما يبتسم كأنه قد كشر عن أسنانه. كان لو كنت قدمته لوالدتي آنذاك لأخافها. شاف في وعينه خرجوا قال لي شي بغى في الخاطر، قلت له بغيت واحد القفطان ديك القفاطن، وجبد ديك القفطان قال لي ومبروك.
قلت له فياش؟ قال لي في الجواج. استنى بديت كنضحك. قال لي انتينا واحد مننا، انتينا ديالنا. وهذه الهلوسات يعني كان بول بولز يعمل على تسجيلها على آلة التسجيل، وبعد ذلك يصدرها في كتاب مترجم إلى اللغة الإنجليزية. من أشهر هؤلاء محمد مرابط، الذي أصدر لحد الآن يعني أزيد من 20 كتابا، يعني ما بين رواية وما بين المقالات وما بين شهادات، يعني نشرت مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. إضافة إلى الشرادي الذي كتب رواية شكلت حدثا حتى لدينا نحن هنا في المغرب، نظرا لجرأتها التي لم نعهدها في أي عمل أدبي، هي العيشة الدليلة هكذا بالدارجة، يعني الحياة الدليلة. يعني من هذا الموقع الذي أحتله الآن رئيسا لمؤسسة محمد شكري، عاتبته عندما كتب كتابا تهجم فيه بشكل قاسي على بول بولز، بول بولز وعزلة طنجة. ولست أدري ما هي الدوافع الأساسية التي جعلت محمد شكري يكتب هذا الكتاب بهذه القسوة عن بول بولز، ربما لتصفية حسابات بينهما، فكتب عنه هذا الكتاب الذي أبرز فيه يعني سوءات كثيرة ألصقها بهذه الشخصية التي استقرت هنا في مدينة طنجة وأبت أن ترحل عنها، واتخذت منها مستقرا إلى أن توفي، وأوصى أن يحرق جثمانه وأن ينفض رماد الجثمان على سماء نيويورك. أنا شكري عرفته في عام 53 في سوق الداخل قهوة الرقاصة. أمانة للتاريخ ومن هذا المصدر يعني محمد مرابط، نجد أنفسنا مضطرين لنقول هذا. يعني عام 1973 إذا زار محمد شكري بول بولز واستقبله بول بولز واقترح عليه بعض القصص لترجمتها إلى الإنجليزية، وتشاء الصدف أن يأتي إلى البيت في نفس اليوم بيتر أوين الناشر الإنجليزي المعروف، فعرفه محمد مرابط، عرف بيتر أوين على شكري، فاقترح بيتر أوين على شكري أن يوقع معه عقدا من أجل أن يكتب شيئا يتولى نشره، يعني بيتر أوين. والمرابط يصرح بأن بعض الأحداث، بعض الفقرات، بعض الفصول من السيرة الذاتية الروائية لشكري كان المرابط وراء صياغتها. جا شكري قال لي وانا ما عنديش كتاب انا كدا. انا قلت له صاحبي الكتاب دغيا يعمل له كدا وكدا 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 وكدا، وبول يعمل له ترجمة ويسردو له. شكري بدا كيعبد بول بوز، ما كيعبدش بول، هو كيجي زعما عامل بول في الطريق، هو كيجي عند المرابط كيجلس معايا كنبداو نهضرو كنبداو نقولو شي كلمات، وكيبدا يجبد واحد الكتيب وكيبدا يبونطر شي شهر وشي وهو كيبونطر. واحد النهار ما جيب واحد دا عند بول قال له واحد الكتاب نوفيلا، جاب بول بدا كيعمل الترجمة. أنا في الكوزينة بول عيط لي قال لي مرابط، قلت له قال لي جاجي، قال لي هذا الشيء اللي كنتي كتقول شكري، قلت له شني؟ قال لي كدا كدا، قلت له ما كاين مشكل، هو ديك هذا اللي عمل له الخبز الحافي. ودابا انا كنهضر معك وانا الرئيس ديال المؤسسه ديال محمد شكري، فونداسيون محمد شكري. دابا عجيب، ايكون للخبز الحافي اسكافيان يتداولان على ترقيع احذيته؟ ثم اليس غريبا ان يترجم الخبز الحافي العربي الى خبز عار فرنسي؟ الا ترى هنا تناصا مع الوليمه العاريه لبوروز التي كتبها في طنجة ونشرها أول الأمر في فرنسا؟ ألاحظ أيضاً وبكل شفافية أنك تستخدم أيها المشاء في فضائك هذا منهج التقطيع الذي استنبطه بوروز وصحبه. ما كان أحد يتصور أن العلاقة يمكن أن تسوء بين محمد مرابط
وبول بولز. ساءت بين محمد شكري وبول بولز، هذه مسألة مقبولة، ولكن بين محمد مرابط وبول بولز ماذا جرى يا أخي؟ بول بولز جمع القصص ديالي اللي عمره ما تنشروا وعمل لهم ترجمة ونشرهم وعمل اسمه. هادو الكتب الاخرانيين اللي خرجوا كاملين كاملين قصص ديالي على الاسم ديال بول بولز. جون جوني كان يهوى فرق قناوة، فمرارا كان يطلب مني أن نهيئ هنا ليلة لقناوة الإيقاع الإفريقي والقراقب. جون جوني كان يأتي وكأنه شبح لا يريد أن يلتقي بأحد ولا يريد أن يفتح المجال لتهافت بعض المثقفين لمجالسته أو رؤيته. كان لا يأتي هكذا دون أن يعلم أحد منا بأن جوني هنا في مدينة طنجة، ويقيم في واحد من أفخم فنادق هذه المدينة بلباس رث، وعندما تنظر إليه لا تتصور أن كاتبا بهذا الهندام يمكن أن يدخل إلى فندق فخم كواحد من أفخم الفنادق هنا في مدينة طنجة. وعندما سئل ذات يوم أجاب: إنه يشعر بمتعة كبيرة عندما أجد كلبا حقيرا مثلي يقوم بخدمته أناس أنيقون، يعني هكذا هذه متعته. الجميل في الأمر هو أن عندما أحدث هذا المسرح يعني ظهرت حركة مسرحية مهمة جدا في مرحلة مبكرة في المغرب، يعني ظهرت جمعية الهلال وظهرت جمعية المغرب. لو كان المسرح قائما كما كان لانبهر المشاهد العربي بهذه التحفة بكل صراحة. سارة برنار مثلت هنا، يوسف وهبي مثل هنا، أمينة رزق مثلت هنا، العديد من الأسماء العالمية في ميدان الرقص والبالي والغناء والمسرح. يعني لو كانت لهذه البناية المتداعية لسان لنطق بما يدمي القلب، يعني بكل صراحة. ما الذي يمنع هذا المسرح من العودة إلى زهوه؟ لدي اقتراح بهذا الخصوص، أرى أنه يتسع لموسم كامل من التفاح الحافي، أليس كذلك؟ لغدا جا الطير وداني، تلاقيت بديك شيباني، تلاقيت بالبنت، الغيطة والطبال والهدير والصغار والدنيا مفتونة والبنت لابسة عليها كل شيء كيشعل، فهمتي؟ صوفيا لوريس. ايوا جلست قدامي فهمتي وهزونا فتحة وكذا، واحد شويش ما جينا بالرجال وواحد الصندوق نزلوه لنا بيناتنا. ايوا صافي صافي، الله يهنيكم الله يهنيكم. هزينا ديك الصندوق جلسنا على الرجلين ديال الطير والطير طار بينا. عندما زار يعني صامويل بيكيت طنجة، هل التقيت بها سي العربي؟ صامويل بيكيت لا، التقيت بترومان كابوت. قرر أن يحتفل بعيد مولده في مغارة هرقل، وأن يكون الحفل إغريقي بالمآزير الصغيرة والمشاعل. شاركت بلباس روماني يعني. بالرواس روماني ورجل مثل رجل الجرادة. طنجة وأنت تسألني
هل تزداد جمالا أم أناقة أم تزداد معمارا؟ أما لحد الآن أفضلها كيف كانت، ولكن المعمار لا زال والعمل لا زال، فسوف نراه كيف سيكون. فتحت عيني، عملت هيدا، كنجبر البنت قدامي والصندوق قدامي، قلت هذا ماشي خيال ماشي أحلام، هادشي حقيقي. إذا كان الأحلام حقيقيين، قلت لي أنا مراسك ش عندك مفتون؟ قلت لها ماشي مفتون أو خوفان، شي غريب. قلت لي قديم وحنا كنتسناوك. قلت لها شحال هادي؟ قلت لي هادي واحد 3000 ولا 4000 سنة وحنا كنتسناوك تجي، ودابا انتينا معايا أنا الجوجة ديالك. فتحنا ديك الصندوق، جبرنا عامر جواهر. السلام عليكم. أراك أيها المشاء توزع كلاما على العابرين، ما بالك لا تدعو طنجة إلى أن تقيم موسما ثقافيا لأدب الهامش، لأدب الجيل المطحون، لأدب الانترزون؟ هل يعقل أن تهدر طنجة فرصة التميز التي لا يملكها غيرها؟ ما بالك لا تدعو أهل طنجة إلى تحويل ضريح سيدي ابن بطوطة إلى محج للمشائين؟ ما بالك لا تدعوهم إلى إحراق سفنهم على الأقل داخل المياه الإقليمية؟ ما بالك؟ حاجة واحدة اللي ماشي نقدر نقول لكم، هي خسارة. طنجة عمرها ما ترجع كيف كانت، عمرها لا رجعت، وديما مكفسة كفاسك، ظلام ظلام ظلام. انظر أيها المشاء كيف يتناقض حكاؤوك، يلعنون رسل الهامش بعد أن اشتدت سواعدهم فيه، وينهي المرابط حكايته بعروس وصندوق من الجواهر، فيما ينهي كلامه عن طنجة العروس بأنها ظلام في ظلام. طنجة لا يجانبها المشاؤون، ولكنها لا تقف في طريقهم، تجهزهم بالتداعي وتسلحهم بالبوح، تغوي بالكثير وتغري بالعودة. كيف أودعها؟ كما جئتها؟ لا، أغادرها حافي القلب وعلى الرأس تفاحة، وأصيح في الداخلين والخارجين: من منكم بلا طنجة فليرمني بسهم، من منكم بلا طنجة في القلب فليرمني بسهم آخر.